بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنواصل مناقشة الوضعيات التعلمية الواردة في ميدان الظواهر الكهربائية الخاصة بالسنة الثالثة من التعليم المتوسط. لازلنا مع التيار الكهربائي المستمر ومع الوضعية التعلمية الثالثة المتمثلة في قانون الشدات. وحينما نتكلم عن قانون الشدات فنحن مطالبون بالمرور على الحالتين، حالة الربط على التسلسل وحالة الربط على التفرع. إذن فبدون إطالة سننطلق من هذه التجربة في حالة الربط على التسلسل. إذن هذه هي التركيبة التجريبية المقترحة التي من خلالها سنتعرف على القانون الذي يحكم الربط على التسلسل. إذن من خلال الصورة التي معنا، لا شك أنك تعرفت على مكونات الدارة الكهربائية. لدينا المولد، مولد للتيار المستمر، وأسلاك توصيل، ومصباحين متماثلين، وجهازي أمبيرمتر وقاطعة. إذن لاحظ أننا وصلنا العناصر ببعضها على التسلسل، هذه النقطة الأولى. لاحظ أننا وصلنا القاطعة في بداية الدارة، بمعنى موصلة بالقطب الموجب. إذن هذا هو القطب الموجب، القاطعة، من القاطعة إلى المصباح، من المصباح إلى الأمبيرمتر الأول، من الأمبيرمتر الأول إلى المصباح الثاني، من المصباح الثاني إلى الأمبيرمتر الثاني، ثم نعود إلى المولد في الجهة السالبة. أول شيء نقوم به هو رسم مخطط الدارة الكهربائية، لكن هنا انتقلت إلى تسجيل للتجربة. نلاحظ أننا سنقيس شد التيار في المكانين اللذان أشرنا إليهما، معذرة. إذن نلاحظ شدة التيار، إذن هنا الأمبيرمتر، لاحظ أنه موجود بين المصباحين، يعني في هذه الوضعية في مكان الأمبيرمتر الأول. إذن فوجدنا أن الأمبيرمتر يشير إلى 0.44 أو 45 أمبير. ثم غيرنا الموضع كما تلاحظ، يعني لاحظ أننا غيرنا الموضع في الموضع الثاني هنا، وسجلنا كذلك نفس القيمة. فقط تلاحظ بأننا استعملنا مولد غير المولد الذي معنا، يعني مولد يتكون من بطاريتين أو أربع بطاريات. الذي يهمنا هو أننا، لاحظ أننا قسنا في المكان الأول وجدنا 0.44 أو 45، وفي المكان الثاني أيضا نفس القيمة 0.44 أو 0.45. إذن ما الذي نستخلصه من هذه التجربة؟ أولا نسجل النتائج في الجدول، رسم مخطط الدارة الكهربائية كما تلاحظ. هنا سنقيس الشدة في أماكن مختلفة. في الفيديو اقتصرنا على موقعين، ولكن نحن قمنا بالقياس في عدة نقاط، فقط التسجيل أخذنا موضعين. إذن قسنا شدة التيار في هذا المكان، يعني بجوار المولد من الجهة السالبة مثلا، ثم بين المصباحين، ثم بجوار القاطعة أو بجوار القطب الموجب للمولد. إذن نسجل نتائج هذه القياسات في الجدول. إذن لدينا المصباح، شدة الإضاءة، هنا ربما لم ننتبه إلى الإضاءة، فالإضاءة هنا تكون متوسطة أو ضعيفة، فهذا يرجع إلى دلالة المصباح ومدى توافقها مع المولد. فمثلا في هذه التجربة التي قمنا بها، البطارية دلالتها أو المولد دلالته 6 فولت، وكل مصباح دلالته 6 فولت. إذن المصباح الواحد يتطلب توتر قدره 6 فولت، ونحن ربطنا مصباحين على التسلسل مع بطارية ذات 6 فولت، إذن فيكون إضاءة متوسطة. الذي يهمنا القراءة. إذن فمقابل هذه الإضاءة المتوسطة، الأمبيرمتر الأول، الأمبيرمتر الثاني، الأمبيرمتر الموجود في الموضع تي، يعني ماذا قاس كل جهاز. إذن شد التيار 0.44، 0.44، 0.44.
إذن هذه هي الشدة التي تحصلنا عليها. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن شدة التيار في الربط على التسلسل، شدة التيار الكهربائي هي نفسها في جميع نقاط الدارة الكهربائية. هذا الذي لاحظناه من خلال التجربة. ماذا الذي نستنتجه؟ يعني هذا الملاحظة يمكن أن نترجمها في كتابة علاقة رياضية، أي في الربط على التسلسل فإن الشدة الكلية أي الخارجة من المولد، شدة التيار الخارجة من المولد هي نفسها التي ستعبر أو تمر في كل عنصر من عناصر الدارة. وبالتالي كيف نعبر عن ذلك؟ نقول ET تساوي E1 تساوي E2 تساوي E3 إلى آخره، حيث أن الـ E1 E2 E3 في الحقيقة ما هي إلا ET، يعني ما هي إلا الشدة الكلية. وهنا رمزنا E1 و E2 و E3 فقط للدلالة على العناصر الموجودة في الدارة، بمعنى لدي عنصر أول يعني مصباح أول، مصباح ثاني، مصباح ثالث، وهكذا. أما التفسير قلت العلمي والدقيق لها هو أن T هي نفسها يعني ثابتة في أي نقطة من نقاط الدارة. هذا بالنسبة لحالة الربط على التسلسل. إذن هنا لاحظ أننا انتقلنا إلى الطريقة الثانية. إذن لاحظ بأنه لدينا المولد، أسلاك توصيل، لاحظ بأن المصباحين مربوطين على التفرع، يعني كيف خرجنا من القطب الموجب بسلك، قبل دخوله إلى المصباح يتفرع إلى طريقين، طريق إلى المصباح الأول، طريق إلى المصباح الثاني، ثم تنغلق الدارة من الجهة الثانية، يعني نخرج من المصباح إلى البطارية إلى القطب السالب، ومن المصباح الثاني كذلك. يعني لاحظ هنا أننا لم نستعمل القاطعة، نستطيع أن نستعمل القاطعة بدون إشكال في أي في هذه الجهة، نضيف سلك بين المولد والمصباح ونركب فيه القاطعة. نمر إلى القياسات وما أفرزته التجارب. أولا ربط مخطط الدارة أو رسم مخطط الدارة الكهربائية التي أنجزناه. إذن فهذا هو مخطط الدارة الكهربائية، مولد، مصباحين على التفرع. لاحظ أننا سنقيس شدة التيار أولا بجوار المولد، سواء الشدة الداخلة أو الشدة الخارجة، ثم نقارنها مع شدة كل فرع، يعني الشدة التي مرت في المصباح الأول والشدة التي مرت في المصباح الثاني، وماذا سنلاحظ. إذن هنا أحضرنا صور التجربة، يعني لاحظ هنا أننا وجدنا هذه القيمة 1.24. ينبغي أن نعرف أين هو موضع القياس، يعني هنا الجهاز متعدد القياسات أو الأمبيرمتر هو موجود في الموضوع في الموضع AT، يعني هذا المجاور للمولد، سواء من هذه الجهة أو من هذه الجهة نجد نفس الناتج الذي هو 1.24. سنرى الصورة الثانية، لاحظ هنا أننا بين المصباحين، يعني بمعنى أننا نقيس في هذا الموضع. لاحظ الأمبيرمتر هو في هذه الدارة أو في هذا الفرع A2، وجدنا 0.64، 0.64. إذن القراءة الأولى 1.24 اللي هي AT في هذا المكان، قلت أو في هذا المكان. القراءة التي في المصباح الثاني وجدناها 0.64. تستطيع أن تستنتج الآن القراءة التي يشير إليها الـ A1، يعني الشدة التي تمر في المصباح الأول. لديك 1.24، 0.64، لا شك أنك تقوم بعملية الطرح، يعني 1.24 ناقص 1.64 ستجد 0.6، أي أن هذا الجهاز سيشير إلى القيمة 0.6. إذن هنا هذه الصورة هي للأمبيرمتر موجود في هذه الجهة، يعني في بجوار القاطعة في جهة القطب الموجب. قمنا بالقياس فوجدنا 1.23، يعني هنا يعني لا تتحرج أو تنزعج من وجود هذا الفارق 1.24 1.23، هذه ترجع لأخطاء قياس الجهاز أو الأسلاك أو ما شابه ذلك، يعني هي بالتقريب متساوية 1.23 1.24، قلت نعتبرها نفس النتيجة. إذن ماذا نلاحظ وماذا نستنتج؟ إذن نسجل
أولا قلنا مخطط دار الكهربائية موجود معنا كما نلاحظ، هذا في حالة الربط على التفرع. نسجل نتائج القياس التي حصلنا عليها في الجدول. ماذا نلاحظ؟ إذن لدينا المصباح L1 و L2 كما هو مبين في المخطط وكما رأيت في التجربة، في صورة التجربة. الآن شدة الإضاءة، هنا لاحظنا بأن الإضاءة كانت عادية للمصباحين. لماذا؟ لأن المصباح الأول مكتوب عليه 6 فولت، المصباح الثاني مكتوب عليه 6 فولت، والمولد مكتوب عليه 6 فولت، لكن هذه المرة الربط متفرع وليس على التسلسل. يعني لو حذفنا أو نزعنا أمبير متر والمصباح الثاني لا يتأثر المصباح الأول به، يبقى محافظا على نفس الإضاءة، بمعنى الستة فولت التي لدى المولد يستفيد منها المصباح بكاملها. نفس الشيء بالنسبة للمصباح الثاني، لو نزعنا المصباح الأول في هذا التركيب، لو نزعنا المصباح الأول فإن المصباح الثاني لا يتأثر به ولا تزيد لا إضاءته ولا تقل، بمعنى أنه مستفيد من الستة فولت بكاملها. إذن ماذا نقول هنا؟ الأمبير متر A1 A2 AT. إذن شدة التيار A1 معذرة آه نعم A1 0.65، A2 0.65. هنا أخذنا قيم كأن المصباحين متماثلين تماما، يعني متماثلين في الدلالتين، في التوتر وفي الاستطاعة. إذن 0.65 تكون النتيجة الإجمالية هي 1.30. هذا إذا قرأ، إذا الجهاز قرأ أن 1.30. هذه معلومات كانت مسجلة من قبل، بمعنى هنا نغير حسب التجربة التي وجدناها. سنسجل في المصباح الأول، في الأمبير متر الأول 0.60، في المصباح الثاني 0.64، القراءة الإجمالية 1.64 حسب ما رأينا في التجربة. أكرر وأنبه، قلت الأمبير متر الموجود في الموضع 2 كما لاحظنا في الصورة السابقة قرأ لنا 0.64، معناه الثاني أو الأول سيقرأ لنا 0.60 لتكون القراءة الإجمالية 1.24. إذن هذه الملاحظة مثل ما ذكرنا في الربط على التفرع، شدة التيار الكهربائي الكلية تنقسم على جميع فروع الدارة الكهربائية. هنا في مثالنا رأينا وجود فرعين فقط، فالشدة الكلية الخارجة من المولد تتفرع حسب عدد الفروع، ولا يشترط أن تتفرع بالتساوي. التساوي له حالة خاصة عندما يكون المصباحان متماثلان توأم، يعني لهما نفس الخصائص، لهما نفس دلالة التوتر، ويختلفان في الاستطاعة، لا يتم الاقتسام بالتساوي، تكون شدة أكبر من شدة. لو كانت لدينا ثلاث فروع، بمعنى مصباح ثالث، فرع ثالث، إذن الشدة الكلية ستتفرع إلى ثلاث فروع وهكذا. إذن هذا الذي لاحظناه. نمر إلى الاستنتاج الآن. ماذا نستنتج؟ يعني هذه الكتابة نستطيع أن نكتبها في شكل علاقة رياضية. إذن نقول في الربط على التفرع، فإن الشدة الكلية ET الخارجة من المولد أو الداخلة إلى المولد ما هي إلا مجموع الشدات الفرعية. إذن ET كما تلاحظ، هذا الذي سجلها هنا AT، هي عبارة عن A لواحد زائد A لاثنين. إذن هذا الذي نستخلصه من هذه التجربة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ما هو مقرر في مسألة أو في موضوع قياس الشدات في الحالتين، حالة الربط على التسلسل والربط على التفرع. أتمنى وأسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة ومن هذه الحلقة. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتطرق إلى وضعية تعلمية أخرى، ألا وهي التوتر الكهربائي، مفهومه، جهاز قياسه، وحدة قياسه، القانون الشدة، قانون التوترات، يعني في حالة الربط على التسلسل ما هو القانون الذي يحكمه، في حالة الربط على التفرع ما هو القانون الذي
يحكمه. وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.